قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطر نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام كيف أن إخوانه أخذوه من بين أبيه وأمه فرموه في البئر، ثم أخذ من البئر وبيع في الأسواق. يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يباع في الأسواق بثمن بخس دراهم معدودة. جاء به إلى قصر العزيز، أخذ يخدم في قصر العزيز سنوات طويلة، صار كالولد بينهم وكالخادم معهم سنوات طويلة، حتى بلغ أشده واستوى وأعطى الله عز وجل يوسف عليه السلام شطر الحسن، فهو جميل وحسن، هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لما بلغ أشده وبلغ من الجسم ما بلغ وبلغ من الجمال ما بلغ، فتنت به من؟ امرأة العزيز، وإذا بها تتبعه من طريق إلى آخر، من غرفة إلى أخرى، تنظر إليه وتعلق قلبها به، قد شغفها حبا، حتى جاء ذلك اليوم الموعود الذي غلقت فيه الأبواب وطردت كل من في القصر، فلم يبق إلا هو معها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هو الجميل، هو الغريب، هو الأعزب الذي لم يتزوج، وامرأة العزيز قد تزينت في ذلك اليوم وتجملت وراودته عن نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قالت ليوسف وهو شاب أعزب قوي جميل، تقول له امرأة جميلة متزينة متعطرة والقصر مغلق، تقول له هيت لك، افعل ما بدا لك يا يوسف، من الذي سيمنع الآن يوسف عليه السلام من أن يرتكب الفاحشة؟ وقالت هيت لك. قال يوسف عليه السلام بكل قوة وجرأة، قال معاذ الله، معاذ الله أن أرتكب إثما مثل هذا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أي فتنة مر بها يوسف عليه السلام في ذلك الزمن؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة لشاب جميل غريب أعزب، امرأة تدعوه إلى الفاحشة، وهو يقول بكل قوة وجرأة معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تجرأت امرأة العزيز واقتربت من يوسف عليه السلام لتعتدي هي عليه، لكنه هرب منها، ما جلس ينتظرها، بل هرب يبحث عن أي باب مفتوح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين. ركض يوسف عليه السلام يبحث عن باب مفتوح، واستبق الباب، وهو تجبذه من قميصه من خلفه لتمزق القميص، ويوسف عليه السلام يسرع إلى باب يفتحه، فلما فتح الباب فإذا بزوج امرأة العزيز قد أقبل إليهما. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، لكنه كيد النساء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي راودته عن نفسها وهي تتهمه بأنه هو الذي أراد بها الفاحشة. أي فتنة نزلت على يوسف عليه السلام؟ قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. أي مصيبة هذه التي نزلت على يوسف عليه السلام؟ هو الآن في قصر العزيز، والعزيز قد دخل عليه ووجد زوجته عند يوسف، والمصيبة أن يوسف بلا قميص. وفي أي مكان؟ في غرفة امرأة العزيز، وهي تبكي وتصيح وتقول لزوجها اسجنه أو عذبه عذابا أليما، فإنه أراد أن يعتدي علي. ماذا سيقول يوسف؟ نظر إليه وإلى زوجته فقال: هي راودتني عن نفسي. وامرأة العزيز تبكي وصوتها مقدم على صوت يوسف، وهي تقول لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واحتار العزيز من يصدق، هل يصدق يوسف الصديق الذي لم يكذب أبدا، أم يصدق زوجته وهي تبكي عنده، خصوصا أن يوسف عليه السلام بلا قميص. هنا تدخل أحد أقرباء زوجة العزيز وقال: أنا أفصل لكم بهذه القضية، ائتوني بالقميص الممزق، فإن كان قد مزق من الأمام فإن يوسف هو المخطئ، وإن كان القميص ممزقا من الدبر من الخلف فإن زوجتك هي المخطئة. فأتي بالقميص وتفحص الرجل القميص فوجده ممزقا من الخلف، فلما رأى قميصه قد من دبر التفت إلى قريبته زوجة العزيز وقال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هنا علم العزيز أن زوجته هي المخطئة وهي المذنبة وهي التي أرادت السوء بيوسف عليه السلام، لكنها كذبت وفضحها الرب عز وجل. علم العزيز بهذا الأمر، لكن حتى لا يفضح في عرضه، حتى لا يتناقل الناس كلاما سيئا عن بيت العزيز، نظر إلى يوسف المظلوم، يوسف عليه السلام الذي لم يرتكب ذنبا، الذي هرب من المعصية. نظر إليه العزيز فقال له، قال يوسف: أعرض عن هذا. عن أي شيء يعرض؟ هو لم يفعل شيئا، لكنه مع هذا يقول له: يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إلى زوجته فقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. علم يوسف عليه السلام أن النساء يمكرن به، إما السجن وإما أن يفعل ما يغضب الله عز وجل معهن. في هذه اللحظات رفع يوسف عليه السلام يديه إلى السماء فقال: قال رب السجن أحب إلي، السجن أفضل إلي من أي معصية أرتكبها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وانتشر بين الناس
أن يوسف عليه السلام كان يريد أن يعتدي على امرأة العزيز ظلما وزورا وبهتانا، فلما نشروا الخبر قرروا أن يدخلوا يوسف عليه السلام إلى السجن، وفعلا أدخل يوسف إلى السجن ظلما وزورا وبهتانا. فأدخل يوسف عليه السلام إلى سجن موحش مظلم كئيب، فيه بعض الناس الذين سجنوا، فأخذ يصبر هذا ويذكر هذا بالله عز وجل. يوسف الآن في السجن لأنه عف نفسه، لأنه عف فرجه، لأنه أطاع ربه، ونشر بين الناس أنه هو الذي حاول أن يعتدي على امرأة العزيز. أي ظلم هذا الذي وقع على يوسف عليه السلام؟ فتيان في السجن يراقبان يوسف عليه السلام، لا يرانه إلا يذكر الله، يصلي، يعبد الله. أي إنسان هذا؟ رآه أحدهما أنه من المحسنين فجاء إليه فقال: يا يوسف إنا رأينا رؤيا، هل لك أن تعبرها؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، انظروا إلى الرؤيا التي رآها الأول ثم الثاني وهو في السجن في ذلك المكان الموحش يستمع إلى الناس، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سماك في وجهك من المحسنين، أنت إنسان صافي القلب صافي السريرة، لا نراك إلا تذكر الله جل وعلا، عبر لنا هذه الرؤيا. فأخذ يوسف عليه السلام قبل أن يعبر لهما الرؤيا يذكرهما بالله عز وجل، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما، لكن أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أنا من أبناء يعقوب وإسحاق وإبراهيم، آبائي كانوا أنبياء وأنا نبي مثلهم. يا صاحبي السجن، انظر إلى الأسلوب، وهو في السجن يدعو إلى الله جل وعلا. أي إنسان هذا؟ أي صبر أعطيه هذا النبي؟ في السجن مظلوم، وظل في السجن سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا. يا صاحبي السجن أأرباب، أأرباب متفرقون خير أم الله، أم الله الواحد القهار. الناس تعبد أصناما، تعبد أوثانا، تعبد كواكب، تعبد أصناما في الأرض، هل هذا أفضل أم يعبد الإنسان ربه جل وعلا؟ أم الله، أم الله الواحد القهار. بعد أن دعاهم إلى الله جل وعلا وعلمهم التوحيد والإيمان بالله، الآن أفسر لكما الرؤيا. واحد من الاثنين، أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيده سوف يخرج من السجن، سوف ينجو من السجن، ما حدد حتى لا يتضايق الآخر، قال واحد من الاثنين سوف ينجو من السجن وسوف يرجع إلى سيده، إلى ربه يعني سيده في اللغة، ثم يسقيه خمرا في القصر مرة أخرى، أما الآخر فإنه سيقتل ثم يصلب ثم تأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أما أحدكما، ما عين حتى لا يتضايق الآخر، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا سينجو، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم جاء إلى الذي ظن يوسف عليه السلام أنه سينجو، ما أكد لأن العلم عند الله جل وعلا هذا من الغيب، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: يا فلان إذا خرجت من السجن فاذكرني عند سيدك، اذكرني عند ربك يعني الملك يعني سيدك، اذكرني عنده، ربما ينظر في قضيتي مرة أخرى. فأخرج من السجن، لم يمل يوسف من السجن ولكنه أراد أن يبلغ دين الله جل وعلا،
وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك. لكنه لما خرج ومن فرحه بخروجه من السجن نسي يوسف عليه السلام في السجن، فلبث يوسف في السجن 7 سنين، قالوا 7 سنين، وقالوا أكثر من هذا، يوسف في السجن بغير ذنب ارتكبه أبدا. قصص نور قصص قصص نور قصص. ملك مصر في ذلك الزمان فجأة في يوم من الأيام استيقظ على رؤيا فزع منها. جمع الوزراء، جمع الحاشية، جمع الناس حوله والمقربين، أخبرهم عن الرؤيا، إنها رؤية مفزعة، إنه أمر مخيف. وتخيلوا هذه الرؤيا، جمع الملك الناس في قصره فقال لهم: إني أرى 7 بقرات سمان. تخيلوا المنظر، الرؤيا مفزعة حقا، 7 بقرات سمان، وهناك 7 بقرات عجاف، والبقرات العجاف يأكلن البقرات السمان. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، أي هذه البقرات العجاف يأكلن البقرات السمان. الرؤيا مفزعة مخيفة. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. والناس كل واحد يكلم الآخر: ما قصة هذه الرؤيا؟ لا أحد يعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لم يعرف أحد منهم، وكان هناك ساقي الملك، ذلك السجين الذي نجي من السجن وأخبر عنه يوسف عليه السلام أنك ستنجو، كان يسقي الملك الخمر، والناس لا أحد منهم يعرف تأويل هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، ليست برؤيا، إنما هي أضغاث أحلام لا معنى لها، وما نحن بتأويل الرؤيا بعالمين. طيب إذا كنتم لستم عالمين، لما تقولون أضغاث أحلام إذا كنتم لا تعلمون ما معنى هذه الرؤيا؟ اسكتوا خيرا لكم. هنا تكلم ساقي الملك، هنا تكلم الذي يسقي الملك الخمر، قال: أنا أعلم رجلا يفسر لكم هذه الرؤيا. قال الملك: ومن هذا الرجل؟ قال: إنه رجل في السجن اسمه يوسف، وهو رجل صادق أمين، أول لنا رؤيا فكانت كفلق الصبح. قال الملك: اذهب إليه فاسأله عن هذه الرؤيا. ذهب هذا الساقي إلى السجن بعد سنوات، تذكر يوسف عليه السلام، دخل السجن فنادوا على يوسف: يوسف أيها الصديق. الآن اسمي صديق بعد أن سجنتموني في السجن سنوات طويلة، الآن تسموني صديقا. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. أفتنا يا يوسف في هذه الرؤيا، 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف، هذه العجاف تأكل هذه السمان والسنبلات، ما قصتها؟ مباشرة لم يتردد يوسف عليه السلام، قال: تزرعون 7 سنين دأبا. سوف يأتيكم خير، 7 سنوات وتزرعون، فما حصدتم، كل الزرع الذي تحصدونه ذروه في سنبله، لا تخرجوا منه شيئا إلا اليسير الذي منه تأكلون، ثم سيأتي عليكم 7 شداد عجاف قاع
قحط لن تزرعوا شيئا، إنما أكلكم مما خزنتموه فسوف تأكلونه ولا يبقى منه إلا القليل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الكلام خطير، الكلام يتكلم عن مستقبل البلد وعن الحالة الاقتصادية في المستقبل لهذا البلد، الكلام خطير. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إن الملك لما سمع هذا التأويل علم أن هذا الرجل من ورائه سر، إنه يتكلم عن اقتصاد البلد، يتكلم عن مستقبل البلد، الكلام خطير. قال الملك: اذهبوا إلى هذا السجين فأخرجوه إلي، أريده في القصر حالا. فلما جاءه الرسول لم يرضى يوسف الصديق عليه السلام أن يخرج من السجن، كما دخلته مظلوما لن أخرج منه إلا بريئا، كما أدخلتموني واتهمتموني بعرضي لن أخرج من هذا السجن، أموت فيه حتى تعلن براءتي. اذهب إلى الملك وأخبره أنني لن أخرج من هذا السجن إلا بشرط واحد، أن ترجع النساء اللواتي قطعن أيديهن، فاسألوهن لما قطعن الأيادي، لما تكلمن علي، لما اتهمنني بعرضي وأنا البريء الشريف. الملك حاكم مصر في ذلك الزمان يرجع وينادي كل النساء اللواتي اتهمن يوسف عليه السلام بعرضه. جيء بالنساء في القصر، معهن من؟ امرأة العزيز. فسألهن الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ لما كان الكلام الذي ظهر أن يوسف هو الذي تحرش بكن؟ هل كان الأمر صحيحا؟ اتهمتن يوسف بأنه حاول الاعتداء، هل كان الأمر حقيقة؟ تكلم النسوة كلهن نطقن: قلنا حاش لله، معاذ الله، قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. الآن نطقت امرأة العزيز، سألها الملك: يا فلانة، كانت التهمة مباشرة معك، اتهمت يوسف بأنه أراد بك السوء، هل كان الكلام حقيقة؟ هل أراد بك السوء؟ نطقت الآن امرأة العزيز بعد سنوات طويلة من اتهام يوسف، الآن تكلمت، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نعم، كان صادقا، لم يكذب أبدا، لم يحاول أن يعتدي علي، بل كنت أنا المخطئة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، حتى يصله الخبر أنني لما كنت بعيدة عنه لم أكذب عليه، بل لم أخنه أبدا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الآن جاء الملك بيوسف مرة أخرى إلى قصره، فقال له بعد أن سمع خبره وقصصه، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ظهرت براءة يوسف وانتشر الخبر بين الناس أنه أدخل السجن ظلما، جاء الفرج من عند الله عز وجل، إن يوسف الآن بريء وانتشر خبره بين الناس، بدأ الفرج. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اختر ما بدا لك يا يوسف. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، اجعلني وزيرا للمالية، احفظ بلادكم وأموالكم، إني حفيظ عليم، ليعلم الناس على الحكم بشرع الله عز وجل. ما الذي سيحدث الآن؟ صار يوسف بعد أن كان سجينا وحيدا
وزيرا في هذه البلاد؟ ما الذي سيحدث بينه وبين إخوته؟ وهل سيراهم يوما من الأيام؟ وهل سيحصل شيء بين يوسف وبين إخوانه؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. صار يوسف الآن عزيزا في مصر، قحط جوع، ودخلوا على يوسف. تخيلوا كيف كان يعانقه: نحن سارقون، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أبونا كبير لا يتحمل فقده، ارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه القصص، بنيامين ابنك قد سرق صواع الملك، لن أصدقكم هذه المرة. عمي يعقوب عليه السلام، اشتد بكاؤه، ماذا سيفعل الآن بهم يوسف عليه السلام؟ هل سينتقم منهم؟ هل سيفعل بهم ما يفعل؟ وألقوا القميص على أبي. أشم رائحة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ضم أمه وأباه وقربهما إلى العرش: الآن يا أبي إنها الرؤيا تحققت. لم ينسب لإخوته أي جريمة أو تهمة. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.